اماتير فوتوغرافر اوف ذا يير 2023. يعني الحقيقه هذا اللقب مش اول مره ياخده. شاب مصري جميل 20 سنه دي تاني مره على التوالي بياخدها على مستوى العالم الحقيقه. وانا هقرا لحضراتكم المراكز اللي حصل عليها في هذه المسابقه. مركز اول وثامن وتاسع في تصوير السفر، مركز اول ورابع في تصوير الشارع، مركز ثالث وسادس في الاضاءه المنخفضه، مركز سادس وثامن وتاسع في تصوير البورتريه، مركز سادس وتاسع في تصوير الاكشن، ومركز سابع في التصوير المعماري، ومركز عاشر في تصوير الابيض والاسود. الشاب المصري ده هو طالب لسه، والحقيقة لما دخل في المسابقة السنة اللي فاتت اكتسح العالم كله بفنه الجميل بعينه الجميلة. شاب مصري اسمه يوسف ناصر، أهلا بيك معانا يا يوسف. أهلا بحضرتك، منور الدنيا بنورك ورفعت راسنا كلنا الحمد لله بفنك يعني. وعينك وذوقك وانت طالب لسه، تكلمني عنك شوية، انت طالب فين؟ الحمد لله يعني أولا يعني كل حاجة طبعا بفضل ربنا وتوفيقه، يعني يمكن ده أكبر سبب في الفوز ليا بعيدا عن اجتهادي. يعني الواحد بيجتهد قليل جدا، بس بدون توفيق ربنا هو ولا حاجة يعني. ونعم بالله لله. طبعا طبعا. أنا طالب في المعهد العالي للسينما قسم التصوير سنة تانية. في البداية في بدايتي في التصوير أنا بدأت كمصور عادي جدا. عموما يعني أنا بقالي 5 سنين بصور فوتوغرافيا، بدأت 3 سنين بالموبايل، كنت بدأت كمصور معماري وبعدها انتقلت لمصور شارع وسفر. نبذة بصيرة عن تصوير السفر، لأن ممكن ناس تكون فاكرة أن تصوير السفر لازم أن أنا أسافر وأدفع فلوس كتير وكده. لا، تصوير السفر هو صورة عبارة بتعبر عن كالتشر للمكان أو معلم سياحي مشهور، بحيث أن أي حد يشوف الصورة ديت يبقى عارف مثلا أن الصورة ديت في مصر. الأهرامات مثلا أي حد في العالم لو شافها هي مصر، فلو الأهرامات ظهر عندي في أي صورة تعرف أن ديت مصر، فدي تعتبر صورة سفر. عادة مثلا من العادات الموجودة في مصر زي مثلا الصعيد مثلا، المشهورين بزي معين الزي دوت، يعني لو اي حد شافه في العالم هيبقى عارف ان دي يعني دي مصر يعني، فمش هيروح لحتة تانية، فدي كده تعتبر صورة سفر. فانت ممكن تصور صورة السفر ديت من تحت البيت عندك، مش شرط انك انت تسافر او تروح مكان بعيد او تدفع كتير او اي حاجه من الحاجات اللي الناس تكون فاكراها كده، بس بتعبر بصوره عن اللي انت عاوز تقوله على المكان وعلى الزاويه، وهنا بقى بيبان عينك والكواليتي بالزبط. والاضاءه والزاويه بالظبط طبعا. يعني كل ما المصور بيكون فاهم ادواته، كل ما بيقدر ان هو يتحكم فيها اكتر، كل ما يعني ما بيمر الوقت عليه وهو بيصور فبيكتسب خبرة معينة، فالخبرة ديت هي اللي بتبدأ واحدة واحدة تعلى معاه مع الوقت مع التصوير، فكده فبيبدأ بيبقى عارف هو عاوز ايه من الصورة ديت. انا مثلا بنزل اوقات مع جروبات كتيرة بتصور، مثلا بنشوف مثلا حد مثلا قاعد على قهوة او كده وبيتصور والناس كلها بتلمع عليه بتصوره، بس انا شايف يعني مفيش جديد. بس ديت بقى اللي انا بتكلم فيها اللي هي الخبرة، ان انا خبرتي وصلت ان انا خلاص انا بقيت عارف انا بعمل ايه. انا يوم ما ارفع الكاميرا انا عارف اصور ايه واصور من اني زاويه وهستنى اني مومنت. يعني في صور بصورها ممكن اقعد 3 ساعات او 4 ساعات انا مستني المومنت تحصل. انت عارف المجله اللي مدياك الجائزه دي على مستوى العالم والمركز ده بقى لها كام سنه؟ انشئت سنه كام؟ اكيد طبعا يعني انا 1884. عارف بقى لها كام سنه هذه المجله؟ المجلة اللي هي الاماتير فوتوغرافر حوالي 150 سنة تقريبا. بالراحة يعني انت عارف لما تاخد المركز الاول سنتين ورا بعض، عارف قيمة القيمة اللي انت اكيد طبعا يعني حطتنا فيها كلنا، مش انت لوحدك على فكرة، احنا كمصريين افتخرنا بيك. يعني انت زي محمد صلاح كده، عارف الجو ده، انت يعني عايشتنا في الحالة دي. محمد صلاح التصوير. محمد صلاح التصوير اذا جاز التعبير. الحقيقة احنا عندنا مجموعة من الصور الحقيقة بديك موجودة على الشاشة، تعال نشوفها مع بعض كده ونتكلم فيها، وقول لي لو عرفت تكلمني عنها يعني حالة كل صورة. ايه الصورة دي؟ الصورة ديت بورتريه صورته في مدينة راس البر. مدينة راس البر من الأماكن الساحلية المشهورة جدا في صيد السمك، وده كان حد من الصيادين هناك. طبعا المدينه ديت يعني في راس البر تحديدا في منطقه عزبه البرج، وعزبه البرج من الاماكن المشهوره جدا بالالوان بتاعه المباني بتاعتها، فعجبني ملامح الراجل جدا.
بحس ان هو جو اوروبي. انا عجبني الكونتراست قوي. انت طبعا بتاخد الصوره تدخلها على فوتوشوب او يعني بتعملها على كوركشن بس يعني ايديت حوالي 10% تصوير 90%. لو الصوره مش طالعه كاكسبوجر صح خلاص انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. لكن لا طب احنا عندنا صور تانية ممكن نشوفها بعد اذنك يا فاطمه. اللي بعدها ايه دي؟ الصوره ديت من الاماكن برضو المشهوره جدا في صناعه الفخار هي قريه جريس في المنوفيه. وهناك الناس بتصنع الفخار جوه بيوتها. يا ابيض واسود ها؟ الله على الاضاءه. فالناس بتصنع الفخار اصلا جوه بيوتها. فدي عائله من العائلات اللي هناك. انا دخلت عندهم البيت وبدات ان انا اصور. عجبني جدا ان المكان كله في الناس متعاونه فيه مع بعض. دايما بحب في الصور بتاعتي ان يكون عندي فيه فور جراوند وميد جراوند وباك جراوند. دايما بحس ان دول بيضيفوا بعد ثالث في الصوره، لان في الاول وفي الاخر انت عندك الصوره 2D 2D فانك انت تخليها 3D فده تحتاج بقى منك مهارات معينه انك انت توزيع الاضاءه بالظبط. غير توزيع الاضاءه توزيع الناس اصلا جوه الفريم. الكومبوزيشن بتاعك شكله عامل ازاي ده بيفرق جدا. انت قلت لي في سنه كام؟ في ثانيه. في ثانيه لسه ده كده. في سنه ثانيه لسه بنقول عادي. الصوره اللي بعدها دي صوره ايه؟ الصوره ديت انا رحت الفيوم في وقت حصاد القمح بتاعي. دريس مش كده؟ ايه دريس او حصاد؟ اسمه درس تقريبا. دريس اللي هو دريس. هو دريس المحاصيل الغلال. مكنه دريس ده السير اللي احنا اللي انت الزاويه اللي انت واخدها ده بالظبط. يعني الصوره ديت يعني صوره يعني يعتبر فيها مجازفه شويه يعني. طبعا خطر جدا السير ده اصلا بيتحرك بالظبط لان هو بيتحرك بسرعه. والناس حتى هناك حذرتني قالت لي خلي بالك مش عارف ايه بتاع. بس انا طبعا يعني الزاويه ديت ما كانش ينفع اخدها غير كده. غير لو انا اخدت مثلا زاويه عاديه ان انا ماسك الكاميرا وفي العادية. مستوى العين وبصور كده. طب انا كده اخدت جديد. غزل البنات. الصوره ديت من الصور برضو اللي انا صورتها في القناطر الخيريه في منطقه اسمها منطقه السد. المنطقه ديت طبعا يعني مشهوره ان الناس بتيجي في الاجازات والعطلات الرسميه في فصل الصيف بالذات هربا طبعا من الحراره وكده. فبيبداوا بقى ان هم يستمتعوا مياه نهر النيل يقعدوا عليها يعوموا فيها كده. فكان من اجمل الحاجات اللي انا اشتغلت عليها. والشاب النوبي الجميل ده. ديت يعني حضرتك اول ما شفته قلت ان هو في النوبه. بس ديت انا صوره مصورها من سوق الجمال في بركاش. قابلت طبعا الولد دوت عجبني جدا ملامحه. سوق الجمال في بركاش. بركاش. فعجبني جدا ملامح الولد دوت فحبيت ان انا افصله عن المكان خالص. واخدوا صوره لوحده فحبيت ان انا اوقفه على مكان يكون اعلى شويه من الطبيعي. واخدت انا زاويه لو انجل شويه فما بقتش شايف حواليه فشفت السماء. ففصلته عن الباك جراوند. وطبعا رايح الصبح بدري كنت تقريبا هناك من الساعه 7 الصبح. فقدرت ان انا اتحكم في زاويه الاضاءه واستخدمت ستايل ريمبرانت ان انا انور بيه السبجكت بتاعي. تمام. والصوره رقعة الشطرنج او المربعات الابيض. دي صوره انا صورتها في استوديو لموديل. الصوره ديت كانت عباره عن بروجيكتور. انا نورت بيه الموديل وعملت بوز معين وصورتها. في استوديو. بالظبط. تمام. نشوف الصور اللي بعدها. في صور تانية مش كده؟ طب ده الصورة ديت صورتها في مسجد الحاكم. والحقيقة ان انا يعني من اول ما وعيت عن التصوير ومسجد الحاكم كان مقفول. وما صدقت ان هو افتتح في رمضان اللي فات الحمد لله. الحمد لله. فكان لازم ان انا اروح واخرج منه بصور مختلفة. فكنت حرفيا يعني بروح كل يوم في رمضان انا بروح في المسجد على العصر اصلي العصر واقعد اصور بقى لحد بعد المغرب. ومن بعد المغرب طبعا السماء بتقفل خالص. فبالنسبه لي ده وقت مش محبب ان انا اصور فيه لان بخسر جزء كبير جدا من جماليه الصوره عندي وهي السماء. ده بعد المغرب. بالزبط. انت بقى بتستعين بالاضاءه الماجيك اور بتاعه المغرب دي حاجه وهم في التصوير عشان بالزبط. بتوضح بقوه اللون الازرق بيبقى طاغي على البتاع يبقى الار جي بي الالوان الثلاثه الاساسيه موجوده الاخضر والجرين. بالزبط. الاخضر والازرق والاحمر. معانا صوره ثانيه. ايه الصوره دي بقى؟ الصورة دي برضه صورتها في القناطر الخيرية. وبرضه هناك زي ما قلت لحضرتك الأهالي. دي فيها حركة. الأهالي هناك بيروحوا وبيستمتعوا بمياه نهر النيل. فأنا رحت كذا مرة اتعرفت على المكان طبيعته كده.
بقت بالنسبه للاولاد اللي موجودين هناك ان هم بيكونوا موجودين كل جمعه اصلا شخص عادي خلاص يعني اتعودوا عليا فما بقاش في حد بيركز معايا الناس كلها بتتصرف بطبيعتها. فاخترت ان انا عجبني جدا الفريم دوت لان قبلها بشويه حلوين يعني بساعه او ساعتين حصل نفس الاكشن دوت ان في ولد نط فعمل اكشن في الميه فالميه ما بقتش ثابته وفي ولد نط تاني فاكن الولد دوت هو اللي عمل الميه ديت من قبل ما هو ينزل اصلا في الميه فكان هو ده الاكشن اللي في الصوره. ودي بقى اكشن تاني برضو فيها اول صوره حركة. ديت كانت من اقوى السفريات بقى اللي انا سافرتها يعني انا دايما بسافر رحلات اللي هي اليوم الواحد يوم صد رد وكده وارجع وخلاص ويوم التصوير بالنسبه لي انتهى. لكن هنا انا قررت ان انا السنه اللي فاتت وفي شهر 3 بالتحديد في مول سيدي عبد الرحيم القناوي قررت اني اسافر هنا واخد تجربه جديده من رحلاتي الفوتوغرافيه واوثق المرماح. والمرماح هو لعبه شعبيه بتتميز بيها هنا وبيكون عباره عن ان الفرسان بيستعرضوا مهاراتهم فانا رحت استخدمت تكنيك مختلف شويه وهو اسمه لو شطر وكنت بتراك مع الفارس اللي بيتحرك لحد ما تظبط معايا ويطلع الفارس نت يعني الفارس صورته واضحه هو واضح والباك جراوند اللي وراه كله ديفوكس او هيزي بالظبط تمام عشان كده ظهر بقوه شديده بالظبط. كلمني عن اغرب يعني اغرب المواقف اللي انت صدفتك اثناء ما كنت بتلتقط هذه الصور. يعني يمكن من اغرب المواقف اللي احنا بتقابلنا دايما كمصورين ان احنا مثلا ممكن نروح نتكلم مع ناس عشان نصورهم ونبقى عاجبنا جدا الكومبوزيشن ومتاكدين هتطلع صوره فظيعه وملهاش مثيل ونروح نتفاجئ ان الناس مش موافقه. طب بص هنصورك طيب لو ما عجبتكش هنمسحها وكده بس بنتضايق جدا من حاجات زي دي بتضيع علينا فرص اللي هو لو الناس دي توافق بس ان احنا نصورها هنطلع صور خطيره بجد خطير. وطبعا من يعني ابني اتضايق هو انت ما بتروحش بتروح لوحدك ولا معاك حد؟ على حسب انا نازل لوحدي او بس انا بتكلم على انا كمصورين يعني يعني ممكن انزل جروب مع بعض حد بيكون ممكن انزل لوحدي ممكن انزل مع صديق من اصدقائي. وعاده في السفر ما فيش حد طبعا بيحب ان هو يسافر المسافه لوحده خاصه مسافه زي الصعيد انت بتسافر 12 ساعه في القطر ف 12 ساعه انت لو قاعد لوحدك ما بتعملش حاجه هتزهق طبعا. طبعا قبل ما تسافر لازم تسافر بدري قوي بالليل عشان تلحق الماجيك اور عشان المكان بالظبط فتلحق اماكن الاضاءه لان الشمس لما بترتفع في منتصف السماء بيكون الموضوع مختلف جدا في الظلال كل حاجه وليها جمالها لو معاك بالظبط. بس دوت يعني انا بفضله يعني في السفريات اللي هي اليوم الواحد ان انا ابقى مسافر بالليل واوصل على الماجيك اور ابدا تصوير. لكن في الرحلات الطويله انت اصلا رحله 12 ساعه ديت طبعا انت طالع رحله طبعا لو بادجت فانت رايح يعني مش مرتاح خالص نهائيا فلازم رحلة زي ده انك انت تتحرك مثلا الصبح فتوصل بالليل فتريح فتبدأ يومك من اوله وانت البار عندك كامل فتقدر انك انت تكمل يومك كامل تصور فيه براحتك. عايزين نعرف الناس ايه الماجيك اور اللي بنتكلم عنها دي الماجيك ساعة السحر. الماجيك اور يعني هو الوقت اللي بيكون فيه السماء مايلة خالص اللي هو وقت الشروق او وقت الغروب وديت السماء بيبقى وقتها في مشتتات كتيرة فبتظهر بقى ألوان كتيرة في السماء زي اللون البربل أو الريد أو الجولدن أور زي ما بيقولوا فبتظهر ألوان كتيرة في السماء فبيجعلها مختلفة شوية عن وقت الظهر لأن وقت الظهر السماء بتبقى زرقاء أو أوقات بتكون بيضاء. دي ماجيك أور ولا جولدن أور؟ ديت كانت في الجولدن اور وصوره زي ديت يعني من الصور اللي هي يعني محتاجه مصور شاطر عشان يصورها يعني صوره زي ديت انا كان بيني وما بين الراجل دوت حوالي 500 متر ومره واحده لقيت في سفينه كبيره معديه في منطقه الماكس فكان لازم ان انا اجري بسرعه واتكلم مع الراجل واقول له عايز استاذنك عشان اصورك ويوافق ويبدا ان هو ما يبقاش حاسس بيا في المكان وابدا اصور فكل ده طبعا يعني بيجي مع الخبره. يوسف طبعا انا سعدت جدا بيك انا اكتر وشرفتني ونورتني شكرا الحقيقه يمكن يعني انت الاول على مستوى العالم على مستوى المصورين الهواه على مستوى العالم سنتين ورا بعض في موضوع السفر ومراكز اخرى كثيره خدتها في هذه المسابقه العالميه اللي بدات المجله بتاعتها من 1800
84. بشكرك جدا يا مصري يا شاب يا جميل يا مشرف يا محترم، أرجوك استمر في فنك الجميل، ويعني ما تخليش أي قيود. الفن ليس له قواعد يا يوسف، الفن ليس له قواعد، اللي بتشوفه بعينك هو اللي دايما بيكون في خلق جديد وصورة جديدة. بشكرك جدا وألف مبروك مرة تانية. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، قيمة جميلة محترمة كانت معنا النهاردة، حقيقة قيمتين في الفقرتين اللي كانوا معنا النهاردة، سواء على مستوى السياحة في سيناء من أمين عام نقابة السياحيين، أو طبعا الشاب المصري الجميل يوسف ناصر، اللي الحقيقة شرفنا ورفع رأسنا على مستوى العالم. مصر ولادة والفن جميل، وإحنا عندنا زي ما بيقولوا كل أنواع الفنون بيكون مولده هنا من أرض الكنانة مصر الحبيبة. بشكركم على حسن المتابعة لمصر جميلة، أرجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم، كنت معكم أحمد عبد العظيم.